مباشرة إلى مراسلة الميادين الزميلة نسرين سلمي في رام الله. مرحبا بك نسرين. إذن عملية دهس لجنديين، أحدهما بحالة ميؤوس منها، يبدو أنه فارق الحياة. وسائل إعلام إسرائيلية تعليقا على عملية الدهس في قفعات أساف تقول هذا حادث سيء جدا. مزيد من التفاصيل معك. نعم محمد، حتى الآن طبعا الحديث يدور عن عملية، لكن قد يكون في النهاية حادث. هي سيارة غاز، سهريج غاز كبير على المفرق إلى بيت إيل، قام بدهس يعني مجموعة من الجنود، الجنود يكونون هناك متواجدين بشكل. هذا السهريج الذي نتابعه الآن على الشاشة. صحيح، هو سهريج غاز، يعني واضح أنه دخل إلى هذا المفرق ودهس مجموعة من الجنود. الإسرائيليين تحدثوا في البداية عن جنديين، والآن الحديث يدور عن جندي أصيب بجراح ميؤوس منها، وضعه حرج جدا، وميؤوس منها يعني قد يعلن عن مقتله خلال دقائق أو ربما خلال الساعة المقبلة. قوات الاحتلال هرعت إلى المكان، أطلقت الرصاص باتجاه سائق الشاحنة. الإعلام الإسرائيلي يتحدث أنه استشهد عمليا، وطبعا أغلقت المنطقة بشكل كامل. المعروف أن هذه المنطقة أصلا مغلقة أمام السيارات الفلسطينية في كل الأحوال. هذا يؤدي، هذا المدخل هو المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، وأيضا لقرية برقة إلى الشرق من مدينة رام الله. لكن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر قامت بإغلاقه مجددا، عادت فتحه لبضع ساعات، فلا نعرف إذا كان هذا السائق فعليا أراد أن ينفذ عملية أم أنه كان في طريقه إلى رام الله ويعني كان هناك حادث، بانتظار مزيد من الوضوح. لكن قوات الاحتلال أعلنت على الفور أنها عملية فدائية، وأنها عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال المتواجدين في المكان. مع العلم أن هذه المنطقة أيضا توجد فيها مستوطنة مقامة، هي قفعات أساف، مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين، بالإضافة إلى مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين أيضا في مدينة البيرة وبلدة بيت إيل. يعني قرب هذه الحادثة من هاتين المستوطنتين، هل لذلك أي دلالة أو أي رمزية من حيث المكان؟ هذا المكان حدث فيه أكثر من عملية، من بينها عملية عائلة البرغوثي التي انتقم فيها لمقتل شقيقه صالح، عندما حضر إلى هنا وأطلق الرصاص على جنود الاحتلال كانوا متواجدين على هذا المفرق تحديدا، قام بإطلاق الرصاص عليهم وطبعا انسحب من المكان. قوات الاحتلال لاحقته لفترة طويلة قبل أن تقوم باعتقاله مجددا. هذا المكان أيضا هو يعني يقطع الطريق ما بين مدينة رام الله والبيرة ومدن شمال الضفة الغربية تحديدا، تقام فيه مستوطنات يوميا، هناك اعتداءات من المستوطنين هناك على قرية برقة، يتم اقتحام هذه القرية يوميا من قبل المستوطنين، يتم الاعتداء على أهالي القرية وإحراق منازلهم والاعتداء على رعاة الأغنام على الأراضي، يقومون بالاعتداء على سيارات الفلسطينيين المر على هذا الشارع. هذا شارع 60 هو شارع نابلس عمليا، شارع القدس نابلس، بمعنى أنه يمتد من مدينة القدس وحتى مدينة نابلس، وكل الفلسطينيين مضطرين للمرور بهذا الشارع للوصول إلى الشمال أو جنوب الضفة الغربية، بالإضافة طبعا إلى سيارات المستوطنين. المستوطنون يوميا يتواجدون على هذا المفرق تحديدا ويقومون برشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة والاعتداء عليها، على الرغم من تواجد مكثف لجنود الاحتلال في المكان على الأبراج العسكرية بالقرب من هاتين المستوطنتين، يوفرون الحماية طبعا للمستوطنين ويتم الاعتداء على الفلسطينيين. وبالتالي هذا المكان هو يعني أقرب منطقة يتواجد فيها جنود الاحتلال في منطقة رام الله والبيرة، وهو يقطع الطريق كما أشرت بين المدينة والمدن المحيطة بها والمجاورة لها. هذا بالنسبة لعملية طبعا الدهس في منطقة بيت إيل إلى الشمال من مدينة رام الله. وأغلقت عفوا، لكن الطريق العامة يبدو أيضا أنها أغلقت بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قامت قوات الاحتلال بإغلاقها. وهذا الإجراء الدائم يعني. ونحن أيضا نتابع معك نسرين. نعم، هذه الشاحنة التي نفذت بها عملية الدهس هي يعني حتى مكتوب عليها باللغة العربية فقط، والحديث الآن يعني شركة البيرة للغاز بحسب ما هو واضح ما مكتوب على الشاحنة، وحالة جندي واحد على الأقل ميؤوس منها، ما يعني أنه قتل. طيب، الآن يعلن عن مقتل هذا الجندي الجريح في عملية الدهس في البيرة في قفعات أساف. نسرين، كنت قد تحدثت قبل قليل، قلت ربما في الدقائق المقبلة يعلن عن مقتل الجندي، وفعلا أعلن عن مقتله، لكن
يعني ما دلالة هذا التضارب في المصادر الإسرائيلية بالبداية، الحديث عن جنديين ثم الحديث عن جندي واحد؟ يكون هناك جندي آخر مصاب فعليا، لكن الحديث منذ البداية كان أن هناك جندي ميؤوس منه. طبعا إسرائيل عندما تعلن أنه ميؤوس منه هي فعلا يكون قد قتل، لكن بحاجة لمزيد من الوقت لإبلاغ العائلة، إبلاغ الشرطة وجيش الاحتلال، قيادة الجيش قبل الإعلان لوسائل الإعلام، وعادة ما يكون طبعا عبر نجمة داوود الحبراء أو عبر الإسعاف، إسعاف الجيش التابع للجيش، يتم الإعلان عن مقتل هذا الجندي. إسرائيل أيضا تخفي إذا ما كان هناك أعداد أخرى من المصابين والقتلى، ليس بالضرورة أن تعلن دائما عن أعداد من يقتل أو من يصاب من جنودها في مثل هذه العمليات. وبالتالي هناك طبعا يعني من يصل إلى هذه المنطقة فعليا هم جنود الاحتلال، هم المتواجدين هناك بالإضافة إلى المستوطنين، طبعا بالإضافة إلى مواطنين يمرون على الطريق الرئيسي. لكن في مثل هذه الحالات على الفور تهرع قوات الاحتلال وتغلق المنطقة، تغلق تقطع الطريق على المواطنين. المواطنين الآن المتواجدين على هذا الشارع سيعانون من قبل جنود الاحتلال والتنكيل بهم، وأيضا سيعانون بعد قليل من خروج المستوطنين من مستوطنة جبعات أساف أو من بيت إيل أو من عفرة أو من يخرجون ماذا؟ على هذا الطريق يعني يخرجون إلى الشارع ويقومون بالاعتداء على الفلسطينيين في هذا المكان. يعني هذا متوقع في كل يوم يكون هذا الاعتداء، فما بالك عندما تكون هناك عملية فدائية أو عملية مقاومة، يخرج المستوطنون يعني طبعا لفرض مزيد من التضييقات والعقوبات على الفلسطينيين والاعتداء عليهم، رغم أن هذه الاعتداءات تتم أصلا من دون وجود عمليات دهس أو عمليات طعن. هذه عمليات الاعتداء من قبل المستوطنين هي أساسا يعني دفعت بالفلسطينيين للقيام بمثل هذه العمليات، لأنه يعني يوميا هناك اعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين على هذا الشارع وعلى هذا المفرق تحديدا. طيب نسرين، ذكرتي بأنه نقلا أيضا عن قوات الاحتلال بأنه استشهد منفذ العملية. صحيح، هذا ما أعلنته إسرائيل، قالت أنها حيدت المنفذ بمعنى أنها أطلقت الرصاص عليه. طبعا كما أشرت أنه هذه المعلومة فقط من الجيش الإسرائيلي، بعد قليل قد نعرف تفاصيل أكثر فعليا عندما تتبنى، يعني بمعنى أن يكون هناك تبني فلسطيني لهذه العملية حتى تتأكد بأنها عملية. صحيح، ليس بالضرورة أن يكون هناك تبني محمد، في الآونة الأخيرة عمليات كثيرة تتم ولا يتم تبنيها من قبل فصائل المقاومة، مثل عملية إطلاق النار في طرقوميا، عمليات الطعن التي تنفذ ليست بالضرورة أن تكون متبناة من قبل الفصائل الفلسطينية. في بعض الأحيان تكون عمليات يعني بدافع فردي وبدافع شخصي، وبالتالي لا يكون تبني لها، لكن تكون هناك مباركة من قبل الفصائل الفلسطينية لمثل هذه العمليات. إسرائيل ستعلن عن إصابة بعد يعني عمليا أن تتحقق من هويته، طبعا هويته تكون معه رخصة القيادة، وتعلن عن إما عن استشهاده أو إصابته ربما. يعني فقط هي تفاصيل أولية أعلنها الاحتلال، أنه أطلق الرصاص باتجاه سائق الشاحنة وقام بتحييده. التحييد في معظم الحالات يعني قتل المنفذ، لكن في بعض الحالات تعود إسرائيل وتتراجع وتقول أنها أصابته، وبعد ذلك يعني يتم اعتقاله أو حتى ربما تعود وتقتله في وقت لاحق. هذه عمليات تكررت كثيرا في مثل هذه يعني نسرين، فقط هذه نقطة مهمة، بمعنى أنه قوات الاحتلال تقول هي حيدت منفذ العملية وهذا ما تظهره إلى الرأي العام، لكن الواقع والحقيقة هو عكس ذلك، بمعنى تقوم ببعض التحقيقات أو أخذ المعلومات ثم الإعدام ميدانيا. في بعض الحالات كان هذا نفذ هذا الأمر، في بعض الحالات لا، طبعا تم الاعتقال أو تم القتل على الفور مباشرة. هناك يعني حسب روايات شهود العيان أنه فعلا في بعض الحالات تم اعتقال المنفذ حيا ثم أعلن عن استشهاده، أو في بعض الحالات أعلن عن استشهاده وبعد ذلك اكتشفت عائلته أنه لا يزال حيا وفي السجون أو في أحد المشافي الإسرائيلية. وبالتالي هي يعني تختلف من مرة إلى أخرى. طيب نسرين سلمي، يعني بالتالي هذه الحادثة تأتي في خضم تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال، بالحديث عن طوباس، بالحديث عن يعني مناطق أخرى تشهد اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال، أيضا ماذا في جديد تلك الاعتداءات؟ في جديد تلك الاعتداءات مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس
ونشرها للقناطة في أكثر من موقع في المدينة، تحديدا عند المسجد وعند المشفى التركي في مدينة طوبات، حيث تقوم قوات الاحتلال بمحاصرة هذا المسجد. بحسب أهالي مدينة طوبات، فإن قوات الاحتلال وضعت قناطة لها في عدد كبير من منازل الفلسطينيين في المدينة، وأيضا في بلدة طمون التي أيضا تقتحمها قوات الاحتلال وهي إلى الشرق من طوبات، تقوم قوات الاحتلال باقتحامها ومداهمة منازل الفلسطينيين. قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال على طوبات ووضعت فواتير ترابية أغلقت بها الشوارع إلى المدينة، كذلك قامت بمصادرة مفاتيح سيارات لفلسطينيين على مدخل المدينة وأغلقت بهذه السيارات مداخل المدينة، فيما يتواجد القناصة على أسطح البنايات المجاورة يراقبون حركة الطريق ويطلقون الرصاص على المركبات التي تقترب من المكان. هذا الحال أيضا تشهده مدينة طول كرم التي يواصل الاحتلال اقتحامها منذ عصر يوم أمس في أكثر من منطقة، من بينها مشفى ثابت الذي لا يزال محاصرا، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، وهناك تواجد للقناصة في داخل المنازل التي عمدت قوات الاحتلال يوم أمس وليلة أمس وفجر هذا اليوم إلى تفجير بعضها، تفجير مخازن لعائلات في ضاحية كتابة، أيضا إحراق منازل في داخل مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، أيضا إخراج مواطنين من داخل منازلهم وتحويلها إلى سكن عسكرية، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني وتفجير جدران للمنازل والدخول من منزل إلى منزل لتحقيق والتفتيش وإخراج المواطنين من منازلهم، وعمليا تدمير البنى التحتية بشكل متعمد وممنهج، المحال التجارية، الأساسات لمنازل الفلسطينيين في داخل المخيم، بالإضافة طبعا إلى الشوارع الرئيسية.